النهارده الحلقه الرابعه من برنامج احتراف التنسيق. النهارده هنشرح الركلات الاساسيه للتنسيق. طبعا الركلات دي ركلات كتير جدا، بس احنا هنشرح الاساسيه منها. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا. اول ركله النهارده الركله الاماميه، تمام؟ طبعا لما اجي اضربها لازم يكون في مسافه بين الرجلين، ما ينفعش اقف كده رجلي مقفوله واطلع ازاي كده هتكعبل. لازم كده ازود تطلع كده، تمام؟ تفرد وش رجلك كده، وش رجلك المفروض، تمام كده، تمام. تاني بتيجي ازاي بقى؟ مثلا انا رفعت رجلي كده، اقوم ضارب كده، لا مش كده، دي الضربه. في ناس بقى ايه، ممكن ترفع رجليها عشان تعلي الضربه كده، بس كده هيقعد لو حد قام، لا هيقعد على الارض، تمام. تاني نفس الكلام مع رجلي التانية. طبعا في مستويين منها، ممكن مثلا لو رجلك قدام وانا بلعب فايت مع حد، اقوم ضارب مستوى تحت مستوى فوق، بس طبعا انا مش هشرحلكوا دلوقتي، خليها في الحلقه الجايه. المستويين النهارده عشان نشرح المستوى الاول، تمام. في ضربه ثانيه بقى هي للداخل، دي الضربات المهمه طبعا. لو جت فايت او اي حاجه تبقى عضل، تيجي عضل، وبتيجي ازاي؟ بتيجي كده، تمام كده، كده. لو جت في وش واحد هينزل قاضي على طول، تمام. بتيجي ازاي بقى؟ من بره كده عند وش باخدها ايه يعني، دفع اكتر كده. ما ينفعش مثلا وانا بعملها ارفع برضو مش كده، كده اعطي راسي برضو غلط كده، غلط كل ده غلط، تمام. وده احنا عرفنا تيجي ازاي من بره، بص انطلع كده وجاي عند وش. الثانية بقى عكسها من خارج، دي برضو بتيجي في الوش بس من الناحية الثانية. الاثنين لو جم في الوش تبقى ضربة مفهومة، تمام. في ضربة تانية من الضربات المهمة جدا وأشهر الناس اللي كانت بتستخدم الضربة دي زي البوسني والناس تانية الجانبية. في ناس بتعملها مثلا ايه، جري تيجي ضربة جانبية، ده نوع. في ناس تانية ممكن مثلا تاخد خطوة كده وتكون ضربة، في خطوة من قدام كده وتكون ضربة برضه، بس احنا النهاردة مش هنعمل خطوات من مكاننا، تمام. الضربة مثلا الجانبية بتطلع هنعملها ازاي بالبسيط، مثلا الرجل بتبقى كده، واهم حاجه مش ترد قوي للناحيه الثانيه، برفع كده بقوم ضارب الجنبيه، بس طبعا انا برفعها ما ميلش قوي، يعني مثلا ما نزلش كده، انا عامل كده كده هقع هتخلي التوازن تاني غلط. بص هتلاحظ تلقائيا، تمام. نفس الكلام الجنب الثاني طبعا مع كتره الكره هتلاقيها ثابت فيها، خليها معاك. وبعد كده بقى تزورها بالقفز بالجري بالخطوات بكل حاجه، تمام. في ضربه ثانيه من الضربات المهمه برضه اسمها الفتيحه الاماميه او المقص الامامي، نعمله ازاي؟ تمام؟ نطلع ونعمله بسرعه اهو، تمام؟ الراحه بقى بيجي ازاي؟ بنزل كده ورجلي دي بتترس، اول ما بنزل دي بتتفرج، بتتفرج ازاي؟ ممكن اعملها نص لفه لحد الخصي، بس ممكن اكون نص لفه كامله، تمام؟ انا بفضل اللفه الكامله لان بتبقى اسهل، لو وقفت عندي ممكن يقع، بس حسب ما انت بتحب، تمام؟ بالراحه تاني بنزل كده، ممكن تبقى كده، ممكن مره واحده لفه كامله، تمام؟ الشمال برده نفس الطريقه، وقفت مره كده، تمام؟ دي طريقه المقص الامامي. الحلقه الجايه ان شاء الله هنزل المقص الخلفي، خلينا النهارده في الامامي. تاني بالراحه، ده ممكن اعمل معاه اي حركه تانيه بس النهارده احنا في المقص، تمام؟ بس الحلقه الامامية عايز سرعة طبعا، بس طبعا النجيلة ما انصحش ان حد يستخدم حاجة بتزحلق على النجيلة عشان ما تزحلقش، تمام؟ تمام؟ النهاردة دي كده شوية ركلات، الجزء الأول من الركلات الأساسية بتاعت المفروض، طبعا في ركلات تانية كتير وممكن تركب ركلة مع حاجة تانية، طبعا كل ده هنعمله في الحلقات الجاية إن شاء الله. النهاردة كده كان الجزء الأول من الحلقة الأولى، يا رب
عليك ايه؟ تدوسوا لايك.